اليوم ننتظر أمطار أو منخفض جوي يؤثر على المنطقة الشرقية وحتى المنطقة الغربية، لكن تأثيرها الفعلي سيكون على المنطقة الشرقية بتكاثر السحب الماطرة، بينما المنطقة الغربية ستتأثر بهواء بارد رياح نشطة بعض الشيء، وستكون باردة الأجواء ستكون باردة على كل المناطق الشمالية وخاصة المرتفعات الغربية والشرقية، لازالت تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة ليلا درجة الحرارة تقترب من درجة الصفر في بعض الأماكن، سواء كان المناطق المرتفعات الجبلية أو حتى مناطق الجنوب تأثرت بهذه الكتلة الهوائية الباردة، وبدأت درجات الحرارة من 4 إلى 7 درجات مئوية. مباشرة إلى خريطة توزيع الأمطار التي نلاحظ تأثير المنخفض الجوي، هذا المنخفض هو السبب الرئيسي اليوم في تغيرات الجو على المنطقة الشرقية بأمطار في بعضها قد يكون غزير على المنطقة أو من جيد إلى غزير على المنطقة الجبلية جبل الأخضر، بينما باقي المناطق أمطار متفرقة ومتوسطة على أقصى تقدير بإذن الله. المناطق الشرقية الغربية ستكون أجواء غائمة لكن أمطار خفيفة جدا بالكاد لا تذكر، لكن تكاثر السحب هو الأبرز على المنطقة الغربية دون أهمية لا تذكر نظرا لافتقاد الدعم في طبقات الجو العليا على المناطق الغربية، فظهور السحب يزداد خلال هذا الصباح ثم يتلاشى تدريجيا بإذن الله تعالى مع تحرك المنخفض ناحية الشرق، ستقل السحب على المنطقة الغربية ودرجات الحرارة خلال اليومين القادمين تكون أكثر اعتدالا بالمقارنة مع هذا اليوم. هذا اليوم تنخفض على كل مناطق الشمال، الجنوب الليبي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، كفرة، تزرب والسرير، مناطق المجاورة لها، وسبها، غاتو، باري، مرزق، بترون، وأيضا المناطق المجاورة لها. ستكون الأجواء صافية خالية تماما من السحب الماطرة، إن ظهرت بعض السحب فستكون سحب عالية عابرة دون أهمية تذكر. درجات الحرارة على هاتين المنطقتين ستكون في فترة الليل منخفضة تقترب أو تتراوح من 4 إلى 7 درجات على أقصى تقدير، وعلى مدن الساحل تتراوح ما بين 16 إلى 18 درجة أو 19 درجة على أقصى تقدير، بينما في المرتفعات الغربية والمرتفعات الشرقية تتراوح الحرارة في فترة الظهيرة بإذن الله تعالى ما بين 9 إلى 14 درجة مئوية، وفي فترة الليل في آخر أو أقل درجة حرارة نتوقع أن تصل إليها في المرتفعات ستكون ما بين 4 إلى 8 درجات مئوية، إذن انخفاض واضح. نلاحظ الكتلة الهوائية المصحوبة بسحب تمر على مناطق الشمال الشرقي جالبة معها أمطار، نلاحظ اللون الأخضر يدل على أن الأمطار ستكون جيدة على هذه المنطقة، المرتفعات تحديدا الجبل الأخضر بالخصوص، البيضاء، المناطق المجاورة لها نتوقع، وطبعا الليلة الماضية كانت أمطار وفي المرج أيضا العديد من المناطق الشرقية هطل فيها أمطار، ولازلنا نتوقع وننتظر أمطار بإذن الله على هذه المناطق بإذن الله تعالى. النشرة الخاصة بالصيد البحري، مع مرور هذا المنخفض على المنطقة الشرقية سيكون البحر مضطرب على كافة السواحل الغربية والشرقية منها، حيث الأجواء ستكون مغيمة وماطرة في الشمال الشرقي والموج لا يقل عن 2.5 متر، سيصل إلى أكثر من 2.5 متر في بعض الأحيان وخاصة خلال هذا الصباح لتصل إلى 4 أمتار وحتى المساء، بينما الساحل الغربي سيكون الموج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، إذن الموج قليل الاضطراب على هذه المنطقة ومضطرب على المنطقة الشرقية، الرؤية جيدة إلا أثناء سقوط المطر على الساحل الشرقي فتكون ضعيفة بعض الشيء ومتوسطة، درجة حرارة البحر تصل إلى 20 درجة مئوية، إذن بصفة عامة التقلبات تشمل المنطقة الشرقية بأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، ولكن هذا الانخفاض يشمل كل مناطق الشمال وحتى مناطق الجنوب خلال هذا اليوم وحتى اليومين القادمين خاصة على المرتفعات الشرقية. الآن لم يبقى إلا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم.